غرام و 70 لا لا ولا لقيتو تحت 0.70 تم لازم تفطر لازم الصيام تاعك يحبس ما لو كان مازال 5 دقائق قبل الفطور. كعادته كل سنة يتقدم بالقاسم إلى الطبيب المختص لإجراء تحاليل وخضوع إلى كشوفات أولية أسابيع قبل شهر رمضان ليعرف إذا كان بإمكانه الصيام كونه يعاني من السكري وأمراض مزمنة أخرى. عندي السكر، عندي لوطونسيون، عندي القلب، عندي البروستات. جيت عند طبيبة سقساتني الأمور تاع السكر الأمور تاع الصيام واش راك تاكل واش راك تشرب. قلت لها جاني صايم دوكا سحرت بشوية كرمك مسمن واحد آخر 4 حبات ولا 5 تمر وكاس حليب الحمد لله أنا لاباس نورمال. قالت لي تقدر تصوم؟ قالت لي تشوف نفسك، نفسك هي 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 اللي تقلبك، انت تشوف الذات تاعك. الى تفي بليت وتواسيت دير لاباراي هذيك طفطف تشوف طلع لك السكر تحبس. 4 إلى 6 أسابيع على الأقل هي المدة التي يجب أن يتقدم فيها مريض السكري إلى الطبيب المختص ليقرر ما إذا كان باستطاعة المريض الصيام أم لا. هي مهم الواحد كي يكون عنده مرض مزمن يشوف طبيب تاعو شهرين ولا شهر ونص قبل ما يصوم رمضان. طبيب تاعو هو اللي راح يعطي له تصريح باش يقول له اسكو يصوم ولا ما يصومش. هادية سا ديبون دو كوا، سا ديبون يعني واش ياخذ دواء. اسكو كيما واحد عنده سكري اسكو ما عرف يطيح له السكر ولا لا، لا السكر تاعو قديم واش مدوى راه ياخذ ولا جرعه تاع انسولين. هو يعني مع الطبيب تاعو اللي راح يوجهه يفهمه سورتو اللي عنده مرض سكري كيفاش راح ياكل وكيفاش راح يتعامل مع الصيام. ماشي غير الماكله، ميم اللي يديروا رياضه، ميم كيما قلنا الادويه تاعهم كيفاش ياخذوهم. ربما قد يغفل الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السكري خاصة عن ضرورة استشارة الطبيب قبل الصيام رغم أهميتها في حمايتهم من مضاعفات قد تكون خطيرة. فكما يفرض علينا ديننا الصيام فهو ينهانا عن إلقاء أنفسنا إلى التهلكة. دائما تأثر روحك مور الماكلة وفي النهار تاني.